مرة أخرى نرحب بكم أعزائي المتابعين. اليوم الفيديو مالتنا كيف نعمل عمل فني من صحن فارغ ونحوله إلى قطعة فنية. مثل ما تشوفون هذا الصحن كان فارغ، النوعية مالته لازم تكون بلاستيك لأن الزجاج شوية خطر يعني، أو يسقط أو فتشي يعني، نحاول ناخذ بلاستيك أفضل. نرسم على هاي القطعة النايلون شفافة الصورة اللي احنا نريدها، نكبرها ونرسمها او تريدون انتو ترسمون رأسا على الماعون. يعني عندي فيديو، اذا فيديوهات موجودة داخل قناتي شلون تطبعون اي صورة تحبون ترسموها من الجوجل تطلعوها، وشون او حتى اذا عندكم موجوده على اللابتوب او على اللابتوب مالتكم تقدرون شلون تطبعوها وتقدرون ترسموها على الصحن. انتم مثل ما تشوفون اني دا ابدي الون طبعا، بس اللي يريد طبعا احنا هاي طريقه، اذا تريدون تلونون الشكل كله تلونوه يعني الماعون تلونوه ترسموه ويطلع عندكم شكل. اما اذا تريدون تسووه بالعجينة السيراميك البارد مثل ما تشوفون، راح نسوي فد قطعة صغيرة من عجينة السيراميك البارد، كوب طحين، ثلاث ملاعق غرق او هو اللي نسميه احنا صاموه يعني، وفازلين اخليه فد ملعقتين صغيرة فازلين، وأعجنه بالليمون الحامض. يعني صارت عندكم أربع أشياء. أسوي فد قطعة صغيرة، لا يعني مكمية قليلة حسب يعني، مو راح يسوون إذا سوون لوحة طبعا أكيد راح يسوون لوحة كبيرة، راح يسوون عجينة كبيرة. وأنتوا هم تقدرون تطلعون على اليوتيوب وتشوفون أنواع العجائن مال السيراميك البارد، بس اني دا اسويها على السريع حتى ما ناخذ وقت هوايه. هسه احنا تركنا الرسم اللي ما كملنا الماعون، بس راح نسوي عجينه السيراميك البارد مثل ما تشوفون. اسوي القطع الصغيره حتى ابدي الصقها على الصحن. طبعا تقدرون تسوون بهذا الماعون هواية شغلات حلوة، مثلا مناسبات تهدوها لأصدقائكم وصديقاتكم، بمناسبة أو عيد الأم عيد الأب، بمناسبة رمضان، بمناسبة العيد عيد أضحى عيد الفطر يعني، أو أي مناسبة تريدون، عيد ميلاد تقدرون يعني، مناسبات عندكم بالمدارس عندكم يعني بالدوائر أو أي شيء تقدرون أنتوا تسووها. مرات ما تلقون فتشي يعني حلو بالسوق وانتو يعني تريدو يعني خاص مثلا تهدو، انتو تقدرون تسوون مجرد ماعون اشتري يعني بلاستيك، او حتى اذا عندكم موجود بالبيت بس يكون شوية يعني مثل ما تشوفون هذا الشكل الماعون، يعني حتى تقدرون تخلون الاشكال اللي تلزقوها ماعون شوية مرتب. والالوان مالتهم تقدرون تختارون الابيض الاسود، قطع هاي الحبال حطيناها ولصقناها، طبعا اللصق لازم يكون شوية مضبوط حتى ما تسقط. ولو احنا راح بنهاية تقريبا الفيديو قبل نهاية الفيديو راح نطليه كليته بمادة حتى يلصق الماعون يعني كليته نهائيا، ما يعني ما تسقط هاي الاشياء اللي خليناها الصغيرة مثل ما تشوفون. اي شيء انتو تحبوه يعني، مو الا يعني مثلا تطلعوا لكم لوحة فنية مثلا يعني بسيطة من الانترنت، صورة انتو عجبتكم يعني. وبعدين مثل ما قلت لكم اكو فيديوهات انا مسويتها شون تقدرون يعني
ترسمون الصورة وتكبروها وتخلوها بالضبط أي مقاس تريدوا، حتى لو اللوحة يعني تكون مثلا في نص متر أو متر، يعني تقدرون تسوون لوحة كاملة من طريقة الطبع اللي أنا راح تشوفوها بغير فيديوهات حتى تطبقوها بهذا الفيديو. بدينا نلون بمادة الأكريليك. مادة الأكريليك يعني هواية أفضل أنا بالنسبة لي وأستخدمها كثير، ولأن تعطي لون براق حلو. تقدرون أيضا إذا تجف تحطون ما يعجبكم اللون تحطون عليها تضعون يعني تخلون غير لون عليها وتبدلون اللون همين. بس الشيء اللي أريد أقوله إنه مثلا تخلون مرتين مثلا تشوفون اللون شوية باهت أو خفيف تقدرون تمشون عليه، خلوا إياه بس وتقدرون تمشون عليه مرة الأخ يعني مرة أخرى تقدرون تمشون عليه وتحطون نفس مثلا اللون الأحمر خلوا ينشف مرة الأخ تخلون عليه لون أحمر حتى يصير لون شوية براق حلو. كل الألوان أخفيها هاي مال العجينة حتى يعني ما يطلع اللون الأبيض اللي بيها. مثل ما تشوفون كل ألوان أكريليك حتى يعني هي تنشف بسرعة حقيقة يعني وحلوة. وبعدين أني أي لون أكريليك أطليه بمادة الوارنيش حتى يحافظ عليه وبعدين تطلع اللمعة مالته حلوة. وحتى إذا تريدون بالنهاية هم تغسلوه همين، لأن مادة كل الوارنيش تكون عازلة بين هاي المادة وبين المي. ألوان أستخدم حلوة براقة يعني حتى تعطي هيك فد شكل حلو للوحة. وتقدرون تغيرون يعني ما حبيتوا هذا اللون تخلون غير لون. بعدين هاي الأصباغ الطلاء الأظافر أنا بصراحة هواية أستخدمها تشوفون. يعني أحيانا مثلا عندكم طلاء أظافر مثلا ما عجبكم أو مثلا يعني صار بي شوية يعني بدأ يثخن تقدرون تخلوا له شوية سبيرتو أو تخلوا له يعني مادة ذوبة وتستخدموا. حتى هذا صبغ أظافر همينة لون يعني تركواز همينة وايا أني أستخدم الصبغ أظافر سهل وحلو وينطي لمعة للشكل. خصوصا للشغلات الناعمة يعني واحد يستخدمها. هنا نهاية الحبال اللي دا نشوفها كلها راح اخليها اطليها باللون الاسود لان اني راح استخدم اللون الذهبي. اذا تريدون دائما تستخدمون اللون الذهبي وتخلوه يبرز اكثر يعني خلوا نصيحتي تخلون الباك جراوند مالته او تخلون الأساس اللون الأسود وبعدين تبدون تخلون اللون الذهبي. يعني هسه مثل ما تشوفون دا نخلي اللون كل هذا الأسود حتى بعدين نطلي باللون الذهبي راح يعني يبرز أكثر. يعني مواد بسيطة مواد يعني كلها ما تكلف شيء وبعدين شكل يطلع حلو مرتب. وتسوون من عنده كثير من الصحون يعني اكو مرات مثلا صحنين تخلوها واحد يم الاخ وتعلقوها بالحائط كلش حلوة بيها فد مثلا معنى او بيها فد شيء. بالمطبخ يعني حلوة مثلا واحد يسوي اشياء مال المطبخ حتى بالصالة بأي مكان تقدرون حتى بالحديقة
بمدخل البيت يعني، يعني تقدرون تسوون حتى إذا صحن كبير حلو همينة ممكن تسووه، يعني مو إلا مثلا بقد هذا في الصحن كلش كبير وتسووه كلش لطيف ويصير حلو. هسه مثل ما تشوفون أني يعني حطيت اللون الذهبي وراح أخلي هسه فوق هذا اللون الباودر، هذا اللون الباودر كلش حلو يطلع يعني نطيف شكل حلو. بعدين حتى نحافظ عليه نحط له وارنيش حتى ما يسقط ولا يعني يروح بمرور الوقت. ده تشوفون اللون يصير يعني مو كله ذهبي، يصير بيه شوية يصير بيه شوية أسود، فد لون حلو يعني يصير. هسه نستخدم هاي الاكسسوارات مثلا خرز، او يعني انا عندي هاي التراتشي وشغلات بها السلسلة مثلا وما تريدوها، يعني هاي تستخدموها للشكل حتى تضيف للصحن فشي شكل حلو. يعني انت تباعوا تختاري يعني شوفي شنو اللي يرهم، هذا يرهم او هذا يرهم او اي شيء يرهم، يعني ترهمين تخلين الى ان يعني واحد يستقر على فد شيء حلو. يعني حاولوا مثلا دائما انا اشوف جربت شفت الرسم، والرسم حلو همينه على الشكل على الصحن، بس الشغلات اللي بارزه اشوفها اني احلى. اي شيء ايات قرانيه مثلا تقدرون تدخلون عليها شغلات حلوه. انا بحقيقه هاي الشغلات مال الاكسسوارات ما يعني اشتريها واجي يعني استخدمها للصحن او لاي شيء او اي لوحة أو فشي، شكو فشي عندي زايد يعني أحفظه وبعدين أبدي أستخدمه. أضعه هاي هنا أنا مثلا دا أستخدم الطلاء الأظافر اللي هو الذهبي، أولا يعني بصراحة يثبت على الشكل وينطي لون حلو همينه. هاي هنا أنا تقريبا شوفوا خلاص يعني حتى الشغلات كليتها اخر شيء استخدمت مثل ما قلت لكم هذا الطلاء. هسه هذا احنا نجلب الوارنيش نبدي نخليه على الماعون مثل ما تشوفون بالفرشة، بس على كيفنا طبعا الى ان حتى يثبت وبعدين يلتصق كليته يلتصق بالشغلات هذا السيراميك البارد اللي سويناها. وارنيش موجود بالسوق او مرات انتو تستخدموه، هو اصلا يستخدم احنا دائما للابواب الخشبية او حتى للاثاث اللمع به، ويعني حتى يستخدم للشغلات الحديد همينه واحد يقدر يخلي وارنيش. هسه راح اسوي المكان اللي نعلق من عنده بهذا الصحن، اجيب قطعة ماسيم اللي هو سلك يعني، واجيب واجلب اللي نجلب قطعه مال سلك وازرار
للأزرار اللي بيها فتحات، ده تشوفون أزرار مال يعني قميص أو فستان أو أي شيء، ده تشوفون بهالطريقة يعني أشكلها من المكانين وألصقها. هنا شوف يعني لصقت، ما أحاول أطلعها كلش لأن حتى ما تظهر. لصقت بسرعة يعني ما بيها شيء، حتى من نقدر نعلقها على الحائط أو أي مكان تكون يعني أمينة ما تسقط. هاي هنا أنا حطيناها على الحائط. تسوون من عنده 4 5 6، تقدرون تسوون نفس الأشكال، تقدرون تسوون يعني شغلات انتو شنو بأفكاركم الحلوة تقدرون تستخدموها. إن شاء الله عجبكم العمل، ويا ربي تتابعونا دائما، ولا تنسون اللايك وبصمتكم الجميلة بالتعليق، وشكرا جزيلا.